مساء الخير، السلام عليكم. أنا الدكتور علي بدرة، استشاري جراحة الأوعية الدموية والأشعة التدخلية في جامعة بريست فرنسا، المستشفى الجامعي ببريست. أشارك بمؤتمر الإسكندرية للمرة الخامسة، وفي تعاون ما بين كلية جامعة الإسكندرية، كلية الطب، وجامعة بريست في المؤتمرات العلمية. أحد المواضيع اليوم في المؤتمر هو علاج تمدد الشريان الأبهر أو الشريان الأورطي. الشريان الأبهر هو أكبر شريان يخرج من القلب ويوزع الدم إلى كافة أنحاء الجسم، يصاب أو بال تمدد أو بالضيق، وبكلتا الحالتين يجب معالجته. عندما يصاب بالتمدد، الخطر هو التمزق والنزيف الداخلي الذي يؤدي، لا سمح الله، في حال حصوله إلى موت مفاجئ. تمدد الشريان الأورطي وخاصة ما تحت الكلى يصيب من 3 إلى 5% من الناس، من الشعب، بعد سن 65، ويصيب غالبا الرجل أكثر من المرأة، 7 رجال إلى 3 نساء تقريبا. تشخيص تمدد الشريان الأبهر يتم عبر الموجات الصوتية أو عبر الأشعة المقطعية سي تي سكان. غالبا المريض يجهل وجود تمدد الشريان الأورطي أو الأورتيك أبدومينال أورتيك أنوريسم، ويتم تشخيصه عبر أحد الفحوصات التي تكلمنا عنها. أفضل من الأفضل علاج تمدد الشريان قبل حدوث التمزق، لسبب وجيه: نجاح العملية إذا انعملت إذا أجريت في قبل التمزق، نجاحها حيكون بنسبة 98%، والمشاكل فقط ب2% عند بعض الناس. أما إذا أجريت العملية بشكل طارئ، فممكن تؤدي إلى مشاكل أكبر. علاج الأورتيك أبدومينال أورتيك أنوريزم هو بطريقتين، أو بالطريقة العادية عبر تخدير عام، فتح البطن، وتبديل الشريان الأبهر بشريان صناعي. العملية ممكن تأخذ من 3 إلى 4 ساعات وقت حسب كب تمدد الشريان الأبهر إلى الأسفل أو إلى الأعلى. التقنيات الحديثة هي علاج هذا المرض بالأشعة التدخلية بوضع دعامات من داخل التمدد، كي يحمي التمزق ويمنع التمزق. عملية وضع الدعامة أو الدعامة من تتم عبر الفخذ، ممكن أن تتم عبر بنج موضعي بدون أي فتح الجلد. نتائجها جيدة جدا، إنما تتطلب إمكانيات معينة، وجود الدعامة في المركز، و الاناتومي او الاناتومي للأورطة يكون يتلائم مع متطلبات وضع الشريان، وضع الدعامة، لانه في
بعض الأشخاص لا يتلائم شكل الشريان الأبهر مع متطلبات الدعامة. شكراً.